في حاجه مش طبيعيه في يعني تسمعها انت لو حابه يعني حد مهما تقول ما بتحسش ان هي بتقول حاجه مهما تكوني بعيدة عليا دي مرحلة من النضج في الغنى مهما تكوني شفتي فوق سؤالي الواحد بيقول جملة وبينها لك ما بتسمعي ما بتسمعي الاغنيه ما بقول اه ما بتسمعي ما بتسمعي بتدوشي بهديك اللي قطعت مروه مروه شوفي ركب بدي سامعك صديق بدي سامعك صديق اللي عملته برافو عليك يا شانتال خعي خعي قدام العالم لانه واحد بلا احتاج يا رح اخذ باشا وياه فيك رح اخذها بدع فيها وحتونس يحكوا فيي على مده 4-5 سنين بدي حبيبي انا مش رح يحكوا عني 5-6 سنين انت خلص من سوقك بمسك عم بغني لتونس عادي شرير قوي انا برشا برشا يا مدلل برشا لا حبيبي انا كان موضوع كلها موضوع ليلي 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 يا ليل شو معنى الدعوة ما في عملنا ماكيف يلا اسمع لي ان شاء الله يعطيني اياها انا وياك تهر اسنانك فيها على المسرح ما تقدر تهر كيف هيدي اكلت لك نظرة هالعين الكحلة بواب القلب بتفتح لنا نظرة هالعين الكحلة بواب القلب بتفتح لنا يا ريتك دايلم احلى والحب يصير محلل انا حب ان شاء الله يا تونيا دهر لك سنانك نعم مستحيل تاخذ قلبك والله العظيم والله العظيم هذا ايش بحبه وحياة اهلي هذا ايش بحبه بس بحب في كل رقبته بالغناء في كل رقبته في كل رقبته تعرفش على المسرح قوي اسكت برشا برشا حاخذها تاخذ دمي على هذا تسقط فيها لانه مش لونك انا مش لوني حنجح فيها انت مش لونك ما حتنجح فيها واو حبيبي انت نامي على الهدف نوم الطفل نامي حبيبي انت عارف شو القربه العاليه حد وانا البرايم اللي بعده حغني حاجه لبناني هاد نية غنية يا ميجانا وميجانا وميجانا ميجانا يا جدع الواحد عايز ياكل حاجه بس مفيش حاجه تتاكل اوف يا ابني يا ابني السماء ضحك لك وتحميل ليك فتح الجرور من صوته بس بس يا مروه وتضل درب العز تمشي يا هي قوم نام يا عمي روح نام روح كفي نومتك وبارك نادي تعرف وديع تعرف وديع هيدي تعرف وديع تعرف وديع كيف عملها والله عظيم بعمر 80 بعمر هلا بعمر لا بعمر هلا فيروز تعرف عملها بيوم الرجوع بلا جواب جواب نعم والله العظيم والله العظيم جواب ليك جيبي هودا سمعك مالك نسيم سمع السدير نسيم خبرنا عن السدير اللي عملته عبير نعمة بتغني قلب دليل صوري عبير نعمة في قلب دليل صدقيني صدقيني يا هايبي عبير نعمة في قلب دليل عايز اخش اسمع اروق اعصابي شوي يلا ما بدش تعصيب ما بدش